أقول هذا ولد أكل؟ لو ماما ما في أكل. سمعي ميري، إذا صار حزة العشاء طق الباب عليه وقولي له تعال أكل. أوكي ماما. إيش فيك تبغى سمين؟ نونو ماما ما في شيء. يلا روحي روحي. الله يخليك. سمعت صوت امي حسها تحت. الله يخليك، احنا متفقنا انك ما تخليلها تاخذني. الله يخليك. شوفي مالي خلق اللغوه، مالي خلقك لا انت ولا امك، بروح اللي فيني مكفيني. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا هلا يمه. هلا حبيبتي. انوير قومي خليني مع أمي أبيها شوي. ما أبي أقعد عندي ديدة. أقول لك قومي. لا حشا ما فيني شيء والله، بس كنت تعبانة بريح وطافني الغداء. إيه لا مستانسة من ردة نور البيت والله، وايد مستانسة. خولة أنا تضايقت الصراحة، يعني ما أدري حسيت إني ضايقتك يوم ناديتك، حتى ما فكرتي تردين. رحتي المطبخ بعدين رحتي الغرفة ولا حتى عرفتي شنو أنا أبي. خولة أنا ضايقتك بشي؟ لا مالي خلق أرد البيت، قاعد أتمشى. أنت وراك مذاكرة، رد البيت أدرس. رفيجتي قاعد دق شوي شوي وأكلمك. يلا باي باي. سوري ها. هلا جابر شانك؟ ماما غني ما قول رو أكل دينر داخل. والله أنا كنت متأكدة أنها ما راح تقول لك. شلون متأكدة؟ هقوتك أختك تسويها من غير ما تشاور؟ بنتك تسوي أي شيء يمه، بقرة وراسها يابس. نورية هني درباتي وأنا ما ربي بقر. آسفة يمه ما أقصد. خلصيني قولي ايش عندك. يما انا اقصد ان هندك برت ما عادت لوليه، لها وضعها، يعني لا تهجر انها بتظل تسمع كلامك ولا تمشي على شورك. انا شوري يمشي على الكبار قبل الصغار، كبرت ولا قعدت. بعدين هذا شيء ما يخصكم، حكيش باخذ قيره، هالشيء يخص العائله كلها، وافتكر انا اللي مسؤوله عن العائله. الله يخليك لنا ذخر يا يما ويطول بعمرك، ترى حتى احنا مسؤولين. هذا أنا جبت أغراض نوير مع أنه ما ودي أطلعها من البيت، بس أبيها تقعد مع خولة، خايفة عليها من هل اللي فعلينا ما أدري من وين. عايزنا وإحنا نرقع من كل صوب، نرقع من صوب ينفتك صوب ثاني. خلصنا من سالفة غسان وهند، لف علينا والجوزفينو. والله مصيبة. لا تقولين مصيبة، الله لا يجيب مصايب. عجيب هذا، أنت تقولين كذي ما أول ما لف علينا بنت تسوت حادث. إن شاء الله إن شاء الله خلاص بعدين. أي هذه نورة دشت عندي ها؟ يلا أوكي. جابر يبي يسلم عليك. عيب. نادتها ماما غنيمة، خليها تكلمك عقب ماشي؟ يلا أوكي. خالتي وقفتي قلبي والله العظيم. ايش قاعد تسوين؟ كم مره قالت لك هالطبع غلط؟ لا مو قصدي خالتي، صدقيني مو قصدي، بس تخيلي امي داخله عند ماما غنيمه، انا خايفه لا تجي تاخذني من هني. يعني الحين اذا تسمعتي ما راح تاخذك؟ لا الحمد لله، بس طلعت ما قاعد اتكلم عني كلش اصلا، قاعد اتكلم عن عيسى. ما بيعرف. وعنك؟ نورو عن المصاخه. كيف جس انا كنت بمشي. لحظه. ايش كانوا قاعد يقولون؟ أمي قاعد تقنع ماما غنيمة أن أنتي ما تطلعين حق عيسى الجنسية وتشيلين اسم الطاروف من كل أوراق الرسمية.
يما هذا ايش يبي؟ عيسى قام يتغدى ويتعشى معنا كل يوم. والله ما حد بيقوي باسه ويرعى علينا غيركم انتو. نورية بعدين اقول لك. نورية عيسى حبيبي تعال قاعد. عيسى تعال. نورية تعوذي من ابليس سم برحمن وقعدي. لا حشم انتي امي فروا راسك. حفظي لسانك واحترمي نفسك وانثبري. واروح اتعشى ويا ريلي وولدي عيسى ناطريني ما بيتاخر. اي عليك بالعافيه. الله يعافيك. من وين بتينا العافيه؟ انتو خليتوا فيها عافيه؟ ومن وين بنشوف العافيه والبيت صار مهية كل من يدش ويدخل فيه على كيفه؟ مع سلامة يما. يعني بصراحة ماما غنيمة ما كان لها داعي تخلين أمي تمشي زعلانة. حيارتك جنبستك أنت تبين فكة. ولو بس هذه أمي. نوير ممكن تكرمينا بسكوتك؟ بصراحة عمتي نورية عسرة ما تتفاهم. أنا آسف أنا لازم داكل قربة. أنا هنا عامل مساكل. أنا مبسوط ذاك البيت لكن أنا ما يريد مشكلة. لا عيسى ماكو مشاكل هذا بيتك. لا في مشكلة أمي مشيت لأنك هني. صدق قليلة أدب أنت اللي المفروض تمشين مو أمك. عيسى أكل. صلوح عجيب حافظ كل شيء بهالبيت. شكلها أمك هونت ورجعت. لا الله يستر. لوز لوز لا تبطلين الباب. شوفي أول منو عندي الباب وبعدين تعالي قولي لي وبطلي. يا حسرتنا قمنا كل ما رن جرس التليفون ولا جرس الباب انت صرقع. غزو غزو اكلوا شناطرين علامكم اكلوا. مدام أم جابر برا. إنا لله شكوى لله. أنا بعرف هذه ليش ما تأخذ موعد قبلاتي. أنا لازم أروح. إيه روح دارك ودولا العشاء لدار. روحي دخليها خلصيني. عيسى مس هند عمتك أقعد. عمتك هندي قاعدة تعشى معك. الخدم اللي عندي يقولون هالنودة مسوي حادث. مع اني انا ما اخذ بخاطري عليها لكن خطاكم السوء. خطاك اللاش يا ام جابر خطاك اللاش. حادث بسيط ما يسوى. اي عيل وينها ما تتعشى معاكم ليكون من سطح بغرفتها. وانتي هالايام يا ام راشد كل شيء بالخش والدس مو كنا احنا يرانك ولا نحق عليك.
يعني ايش تبيني اسوي؟ سلمك ام يابر، اسوي استقبال عشان اقول حق الناس ترى بنتي سوت حادث بسيط حبيت اخبركم كلكم؟ مو معقولات كلش ما تسوى شيء بسيط. اقول يا بنيتي هلا. خالتك وينها؟ خالتي فوق نايمه بغرفتها ماخذه مهدي. مهدي؟ ايش بيها؟ تقصد مسكن؟ مسكن ما فيها للعافيه بس ايدها متعوره. الف لا باس عليها، الف لا باس. اللي يا ام راشد ما سالتيني ايش اللي مزعلني على بنتك. والله يا ام راشد هذه حسبه بنيتك واكيد منتي زعلانه عليها. صادقه يا ام راشد؟ والله حرام ما وافقت تاخذ هالريال سنه حسافه فوتت عليه. الصدقين هذه لو عندي امشيها، اللي عنده صبيان يخاف عليهم منهم. على طاري هذول انتوا جايبين صبي فلبيني؟ اي لوزه لوزه ايش فيك يا ام راشد؟ المره كاهي. لا بالله انتي ما انتي معانا. لا معاكم معاكم. لوزه ودي لمعين هذيله وسوي لي شاي وقهوه ودي بالصاله نقعد هناك انا وميابر. اي صج عاد انا ولهت على سوالفك. اي حتى انا والله ولهانة على اخبارك. يلا نقعد نسولف. الا ما قلتي لي الصبي اللي جايبينه شي يشتغل عندكم؟ مزارع؟ طباخ؟ ولا سواق؟